إذا تحية لكم متابعي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم معنا عبر هذا البث المباشر هنا من مدينة مصر. نقول لكم أسعد الله يومكم والتحية عاطرة من حاضرة محيط مدينة آسفي. أهلا وسهلا بكم، هنا احنا متواجدين حاليا في الساحة محمد الخامس استقلال هنا بمدينة آسفي في إطار واحد. نقول لكم الأجواء الليلية بحاضرة المحيط. مرة أخرى يتم تسجيل خروج من نهاية الأسبوع، كنشوفوا حركة اقتصادية عادية جدا. بطبيعة الحال هاد البلاصة الناس تاع آسفي ولا في اللايفات القدام اللي عندنا اللي كندوزو فيهم حنا من هنا، بالنسبة ليهم هاد البلاصة هادي راه كتكون مكتظة بالسكان، كيكونوا فيها الآلاف ديال المواطنين اللي كيتجولوا اللي كيجوا من شارع الرباط عبر ساحة الاستقلال مرورا سيدي بوذهب إلى باب الشعبة إلى قرية الفخار. شوفوا الفوق، تحية لكم متابعينا ومتابعينا. وقالت لها الهاي طوكية اش غنقول لكم حنايا، ما عندنا ما نقول، هي اللي كتقول في إطار المستملح هذا. مصطلح هاي طوكي، مصطلح شعبي جديد كيتولدوا مجموعة ديال المصطلحات، كيف ما مدينة الدار البيضاء تاع مدينة آسفي الشباب ديالها اللي بين قوسين ما ندخلوش في النقاش ديال لاكسون، واش هادي النطق ديال الكلمات وطريقة اللهجة، واش هي ديال فعلا ديال سكان مدينة آسفي الأصليين. تم تهجين هذه اللغة بوسيلة أو بأخرى اللي خلاوها تبدل هذه اللغة وتبدل لاكسون ديالها وتبدلت معها لاكسون ديالها. كاين سؤال، كاين سؤال من الحال من ناحية الساكنة ديال المدينة ولا كما كنقولوا الناس تاع البلاد ولا ولاد البلاد حقاق، ولا ما فيهاش هاد المسألة تصنيف هكا، ولكن كيدخل فيها الاعتبار ديال الجمالية ولا التسويق ديال اللغة ولا كتعطي واحد الانطباع شوية قاسي، تكون شوية انطباع قاسي هاد الناس. يقول لك علاش كتهضروا مع هذا الأسلوب هكا، كيبقى هذاك الاكسون والناس اسيو ما كيقروش بهاد التهرقاويت اللي قلت هاي طوكيا مصطلح هرقاوي. نحن اليوم جد سعداء بهذه الإنارة بعد اللي كاينه في مدينة آسفي على مستوى الشوارع هذه. إذا جاي مجموعة ديال المشاريع غتشهد النور وغتقطع انطلاقة ديالها وغتشهد النور ديالها تقطع انطلاقة في القادم إن شاء الله من الأيام من أجل بدء الأشغال ديالها فيها. الطريق آسفي اللي كتدخل على البراج ديال اللي كتدخل عفوا على الطريق لوطوروت اللي كتدخل من دار القيد السعيسة طريق جانبي حدا حتى هي مكرفصه بزاف حتى هي غاد. كاين مجموعه ديال المشاريع اللي تاسفي اللي غادي تشهد الامور وغتعطى فيها الانطلاقه ديالها ان شاء الله. كاين قصر البحر، كاين الترميم والشروط الحمايه ديال الكورنيش، مجموعه ديال المشاريع زوينين تعمل اليوم مجموعه ديال النقاط اللي ناقشوا من المجلس الاقليمي ديال بيت اسفي. غينضافوا هذه المشاريع الكورنيش راس الافعى، غتكون توسيعه ديال الكورنيش راس الافعى مع 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 لا بلاج. كاينين مشاريع زوينين غيداروا في اسفي، كاينين في هذا المشاريع جد رائعه غيداروا في مدينه اسفي. كنتمناو انهم يلقاو الاقبال ويلقاو النجاح المبهر وينضافوا للسلسله ديال المشاريع الاخرى اللي كاينه. غنطلعوا نشوفوا بوجي اللي راكم عارفين الوجهه بطبيعه الحال، غنطلعوا نشوفوا شي بوجي كيفاش دايره فيه الليل اليوم، كيفاش داير الليل اليوم تماك، ونشوفوا الوقت شنو جايبة في مدينة آسفي. نشوفوا معكم في النقل هذا البث عبر هذا البث المباشر من حاضرة المحيط مدينة آسفي. أنت
فعلا ولا تكلمش منين انا راح يتقبل كانوا عندنا الضوا الصفرين زعما الضوا الضوا بيضاء مشيني كاين ملح هذه قرية السمك اللي كانت دوزو وحدها قبل الحد ما لا يعرفها وكان ناقشنا شحال من مرة ناقشنا الأزمنة ناقشنا العروض ناقشنا راه فعلا كاين اختلاف في الثمن ما بين محال ومحال كيختلف الثمن بطبيعة الحال حيت ما يمكنش تقلب على الجودة الثمن اللي هو رخيص راه ما يمكنش نهائيا ما تعملش عليها على حسب كل منطقة كل محل وكل مواطن والقدرة ديالو الشرائية هكذا مثلا أنا مرة في الأسبوع ولا مرة في 15 يوم باش كنكون بوحدي 80 درهم غتمشي تاكل بها واحد البلا زوين ديال الحوت كتشحها كتمشي تاكلو بلا واحد غتاكل طبق واحد ديال الحوت يكون كتكون 80 درهم تلقى السيرفيس زويون نقي داكشي فهمتيني كتدخل داكشي ديال الاموال تترعرع ديال صحاي 80 درهم كيخلعك المحل كي عندهم ريجيون 80 درهم ريجيون هو كيكونوا بحال هاد المحلات هادو مكيخدموش على لامارج ديال الرباح ديالهم الناس اللي خدامين في هاد الدومين ديال الماكلة ما كيعرفوني علاش كنهضر مكيخدمش ديك على لامارج ديال الرباح ديالو في اشهر طبق عندو عندو الرباح في شي حاجة أخرى اللي غيبغيها مواطن آخر من درجة أخرى المواطن البسيط وكذا والمتوسط فضيل ناخذ هذاك البريجور قرعه الماء ولا ما نجربش معاه كاع الماء انا المهم كنمشي كناكل الحوت مزيان كناكل واحد الجوده ديال الحوت واحد الكميه اللي هي معقوله ولكن كتاكل واحد الكاليتي ديال الحوت الا كليتي موستيل كتاكل ماشي الموستيل كتاكل الكروكيت ديال الموستيل الفيلي ديال الموستيل اللحم الموستيل الماضي مقدام هذا كتعرف بان راه الزيت راه ما غيديروش لك زيت قديمه حيت الناس كتخاف على السمعه ديالها فهمتيني حتى كمستهلك خاصك تكون ذكي وخاصك تكون انتهازي في هذه المسائل وانا كتختار اللي غي كيخاف على السمعه ديالو كما كان بنادم باني داير براند من مارك فهمتيني كيقول لك انا ورا السوق ديال الاثمنه اذا ما حدو هو راه السوق الاثمنه اذا غيحافظ على هذوك الاثمنه غيحافظ على الجوده ديالو على الاثمنه ديالو 80 درهم راه ما تبدلاتش واخا تزاد الزياده كاين المحلات بغيت نذكر المحلات ولكن ما تسموش اشهار ولا ما اذا ما عليا حافظوا على الثمن رغم ان الثمن تزاد هو كل لا صح مخدمين وصار بزاف كذا الناس ولكن الناس خدامه بطريقه ذكيه يقول لك انا الاستمراريه نبقى مطبع على العرش ديال مثلا على سبيل المثال على الحصاد ما بغيتش نبقى في المحل ولكن من موفي جمهورية شوية تقلق غيحافظ هو على الـ على الـ على الـ على المكانة ديالو في وسط السوق مسائل شي حافظ عليها هكا زعما لا إله إلا الله الخدمة أنا ككليا ما لا تهمني نفضل أنا نخلصها ب 80 درهم على 40 درهم وخاصني مع 100 درهم أخرى ديال الدواء ديال المعدة وكذا مسائل الزيت والكوليسترول طالع الزيت المطبوخ صعيبة خاصو يكون براغماتي في الاختيار يكون ذكي يكون ذكي في الاختيار ديال المحل في الغير هذا الشيء ديال الوجبات الخفيفه ديال المحل في الصباح راه خطير
يترك مجموعة عادية من الأمراض وكذا المسائل وانتم راكم عارفين السلسلة فين غتوصل. غتواجد دابا حاليا منتجع سيدي بوزيد هذا هو الكورنيش ديال سيدي بوزيد، كاين فيه هذا المقهى الصغير دزنا على واحد الصفة ديال الريسبون، كاين فيه هذا المقهى ديال السيمون زوين من العشية لعشية كيديرو لانيماسيون هنايا، مقهى جميل مقهى متنقل راه جدا جدا كيديرو فيه أجواء عالية بالوجه الفكرية عالية لسيمون وفي الشاب سيمون الله يرحم الصديق ديالو اللي كان معاه شريك في المحل تاع هويا في هذيك الطويلة الصغيرة راه تصاوبات وتوسعات الذكرى حيت للأسف كانت وقعت لهم واحد الحادثة بزاف مؤلمة بزاف لأن في مدينة كاسفير وكانت تقطع عطف كبير مع المواطنين ومع السفينة ودار الحملة وأجل الدعم ديالهم والدعاء ليهم ديك الساعة. الله يرحم هذاك الشاب الوسيم الخالوق الله يرحمه في هذا المرض ويشد عليه الرحمات، هو كمل تبارك الله سيمو كمل ورجع خدم معاه تقريبا شي 4 الناس عند الإدارة الفرقة الموسيقية. هنا فاش كنهضرو على خلق فرص ديال الشغل بطريقة ذكية من والو الدراري بداو من والو، بداو من طوينيبيل كذا من الجنوب أسر متوسطة منطقة فقيرة كذا، من لكن الدراري ديما رداو هادي اللي كنسميهم البونجور ديالو بنادم كيخدم كيجيبها من فم السبع هادي ماردي عليها خويا وكون سبع وكون الله يعطيهم الصحة. الرجال الرجال اللي كيعرفها كيعرف حق الدراهم وكيعرف كيفاش يجيب الدراهم وكيعرف كيفاش يضرب فيها تمار ويجيبها حلالا طيب تبارك الله هما 4 تماك هذاك الشيء بقى ديكوراسيون واعر عندهم سيرفيس داك الشيء ديال الانجيني ديال سيرفيس زويون الانجيني بالضحيكه ما كتحبسهمش هو واقف على البريسه خدام في البروجي ديالو. بنادم مقاتل بنادم مقاتل انسان يكافح من اجل الوصول شي واحد جيت تلقى عشاء خاصك الدمار ديال الضرب تاع تما هذا ديال بصح غادي توصل شي واحد يجي يعطيها هذيك الساعة. كاين مجموعة ديال الشباب اللي كافحوا كاين اباطرة في هادشي ديال المطاعم باش بالسيرفيس خدمة طعموا المحل وما عطاش راس مالو كذا واقف تا هو على السرباية كيسيرفي معاهم وكتجي تسوس كيدير هاد الأجواء كتقول خير ولا خير خلصنا بعضنا فينا كذا المسائل حنا الأمور عندنا ناضية. أو تخيل معايا ما تقول لك الباترون باش كيكون الدرك يجي يوقف يعاونك يكون الدرك يقول لك دي غير الدنيا طلعوا فيه وانا مهلي فيكم طلعوا لي في الدنيا انا طلعوا لك كاين اسلوب فلسفه ديال هادشي ديال المطاعم هذا هادشي تاع فلسفه كاين مجموعه ديال الناس اللي بغيت تعرف اللي كيستحقوا التشجيع واخا ما لاقيوش داك التشجيع ما ساهلش عليا ولكن يستحقون كثير من التشجيع للعمل. لقاو خصهم يلقاو الكثير من التشجيع حيت كيخدمو الناس كتخدم الله يسهل على كل واحد كيربح دراهم كيربح مليار المهم هو انه يخدم يلقى المكانة ديالو اذا حنا ما نديرونجيش حنا غادي نمشيو الخلوة ديال الليل مرحبا ديما الاجهزة تلف بنادم ترونكيلي هارب تال هنايا باش يستاشيوني خليها ليك بنادم في الدقة شحال من واحد باغي يتسنى هاد اللايف باش يشوف الطروبيلات شكون كاين شي وحده راه جينا عندنا يقول لها راه ما عاد فيه كاين راني مازال في الخدمه ورا مستاسيوني غير عندنا هادو خلي يشوفي في مستاسيوني هاكا نضحك معاكم ما بغيتش نوصلهم تماك باش ما نتفاداو لهم الاحراج حتى هما يا الناس كتجي كتاخذ راحه ديالها ما حدو ما كاينش صداع ما كاينش مشكل وما كاينش متضرر وما كاينش كذا لا ما كاينش جو خانا البوليس هنا راه كيدورو هنا في المدينة راه كنشكرو معانا في هاد اللايفات هادي هنا بالليل البوليس موجود أكثر من أي حاجة بوجود البوليس كيدور كيدير والو من غير أنه يدور يجمع في عباد الله وكذا المسائل يتكملو في هاد الحملات الأمنية اللي كتباشر على المصالح الإلهية ديال الشرطة هنا في مدينة أسفل تحية عالية ديالهم الرجال حموشة رجال صاهرون على حماية هذا الوطن تبارك الله عليهم أجل فرض النظام العام والأمن العام تحية لهم عالية هنا من حاضرة المحيط مدينة الأسفل مدخل الرئيسي لمدينة الأسفل الجمالي ديال هاد الأضواء هادو بطبيعة الحال دار أحسن جودة غنقدرو نصورو لكم بها نتمنى يكون عاجبكم هاد المشاهد الجميلة اللي كنقتسموها معكم هنا
سلمي يا الوالد، الله يجعلكم شباركم سعود. كنا كنهضروا على الشباب الطموح اللي كيخدم وكيضرب حتى النار. هاد السياره ديال تعليم السياقه ديال واحد الزميله ديالي قرات معايا ولا صديقه ديالي قرات معايا في ايام الكليه، هي كانت تخصص قانون، خدات الاجازه ديالها كافحات دارت مشروع ديال تعليم السياقه، مشروع ديال المدرسه ديال تعليم السياقه، وخدامه فيها وكنشوفها في فيسبوك اكتيف وبارطاجي وتصور وكذا وكنخدم في الدماغ. الشباب خاصو يتحرك فجمعت ما تا كذا كيفاش داير الكريدي، دارت كريدي انطلاقه ولا ما عرفت كيفاش هذاك الشيء دارت لي. المهم بنادم مكافح، غنناقش معكم التفاصيل ديالها الشخصيه، ولكن بنادم مكافح الله يسهل على كل واحد مكافح اللي بغى يطير. الناس اللي كتكافح وكتضرب تماره راه شابو ليها بطبيعه الحال. البنادم اللي كيضرب تماره وكي كيوقف في الخدمه ديالو كيخدم وكيضرب تماره بطبيعه الحال راه برافو ليه، 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 برافو ليه. والله الا كنفرح لاي واحد شاب كنلقاه خدام ما عندوش مشكل مع الصباح، وطلع على خويا ايوب مع الصباح وخرج وخدم في السمايق ديالو وكذا والبر ويصبر وتماره وكذا طفت الخبز. اللهم ضربتي عليها تماره الا اي والله الا ضربتي عليها تماره الا قرقمتيها ولا عليها ميمكنش، ميمكنش انا كتعتمدها بطريقه عبثيه مقابله بين الحياه غتكون عادله معاك ولا شي حاجه، الا ما خدمتيش ولا تسنى بين الدوله بين اني راه تخدم ولا لا. كاينين 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 مجموعه ديال الناس، مجموعه ديال الناس خلقوا من لا شيء، خلقوا رؤوسهم الشيء الكثير الشيء المهم باش انهم يقعدوا في حياتهم، خلقوا من لا شيء، خلقوا الشيء الكثير في حياتهم. تبارك الله عليهم، الله يسر لهم، الله يسر كل واحد عارفوا انه يخدم على راسه ويشقى على راسه، الله يعطيهم الصحه والله يسر لهم بطبيعه الحال.